السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم أصدقائي المتابعين الكرام بهذا اللقاء الجديد، حيث هذا اليوم حنقدم لكم آخر تحديث لآخر أسعار أجهزة الهاتف المحمول بالأسواق العراقية، وطبعا إن شاء الله تكون الأسعار هي الأنسب بين جميع المتاجر، وكذلك الأجهزة كلها هنا مكفولة ومضمونة بالضمان الحقيقي من الشركات الرائدة مثل البي سي آي والوطني والجبال وغيرها. فخلونا نبلش مباشرة مع أسعار الهواتف من شركة أبل، ونبدأ مع الآيفون 11 جميع الألوان مع رام 64 جيجا بايت، يكون بسعر 712 دولار. الآيفون 11 كل الألوان بذاكرة 128 جيجا بايت، يكون بسعر 767 دولار. أما الآيفون 11 برو جميع الألوان وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 1012 دولار، طبعا ما عدا اللون الأخضر يكون بسعر 1020 دولار. أما آيفون 11 برو كل الألوان ذاكرة 256 يكون بسعر 1157 دولار. اللون الأخضر امتياز، يعني يكون السعر شوية أغلى، اللي هو 1159 دولار. أما آيفون 11 برو ماكس اللون الذهبي والأسود وذاكرة 64 جيجا بايت يكون بسعر 1120 دولار. اللون الأخضر بنفس الذاكرة يكون بسعر 1130 دولار. آيفون 11 برو ماكس وذاكرة 256 جيجا بايت يكون بسعر 1260 دولار، واللون الأخضر يكون بسعر 1270 دولار. آيفون XS Max اللون الأسود وذاكرة 64 جيجا بايت يكون بسعر 770 دولار. أما اللون الذهبي فيكون بسعر 780 دولار. آيفون XS Max اللون الفضي مع ذاكرة 256 جيجا بايت يكون بسعر 880 دولار. آيفون XS ذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 540 دولار. آيفون XS ذاكرة 256 جيجا بايت اللون الأسود يكون بسعر 702 دولار، أما اللون الذهبي فبسعر 707 دولار. آيفون SE ذاكرة 64 جيجا بايت، طبعا الجيل الثاني السكند جنريشن، 455 دولار، أما الذاكرة 128 جيجا بايت فيكون بسعر 509 دولار. آيفون 8 بلس اللون الأسود وذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 580 دولار، والآيفون 7 بلس اللون الأسود وذاكرة 128 جيجا بايت يكون بسعر 480 دولار. الأيربودز 2 120 دولار، الأيربودز 2 وايرلس 157 دولار، والأيربودز برو 210 دولار، وأخيرا الواتش الساعة 5S بسعر 430 دولار. انتقالتنا التالية هي إلى شركة سامسونج، ونبدأ مع الأجهزة. الـ S20 Ultra ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 1020 دولار. S20 Plus ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 810 دولار. أما الـ S10 Lite طبعا ذاكرة 128 جيجا بايت أيضا بسعر 495 دولار. نوت 10 لايت ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 441 دولار. سلسلة الاي A71 ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 350 دولار. A51 ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 258 دولار. A31 ذاكرة طبعا 128 جيجا بايت بسعر 205 دولار. أما الـ A30S ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر 171 دولار، والاي 20S A20S ذاكرة 32 جيجا بايت بسعر 134 دولار. الاي 10S ذاكرة 32 جيجا بايت بسعر 115 دولار. الاي 01 ذاكرة 16 جيجا بايت بسعر 86 دولار. البادس بلس بسعر 135 دولار، والاكتف 2 الساعة بسعر 238 دولار. طبعا كثير من أجهزة سامسونج ما متوفرة مع الأسف بسبب الأوضاع الحالية، لكن إن شاء الله فور توفرها راح نعلن عن أسعارها مباشرة إن شاء الله تعالى.
وإلى أجهزة هواوي، ونبدأ مع الميت 30 برو، ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر $715. البي 30 برو مع هدية فري بوتس لايت، ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر $585. البي 30 برو الوحدة، ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر $540. نوفا 5T، ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر $288. الواي 9S، ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر $223. الواي 9 برايم 2019، ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر $189. أما الواي 9 نسخة 2019 وال 64 جيجا بايت حيكون بسعر $165. أما نسخة 128 جيجا بايت فيكون بسعر $178. الواي 7P مع هدية نسخة ال 64 جيجا بايت يكون بسعر $149. الواي 7 برايم 2019 ونسخة ال 64 جيجا بايت بسعر $130. الواي 6S نسخة ال 64 جيجا بايت بسعر $111. الواي 6 برايم 2019 وذاكرة 32 جيجا بايت بسعر $98. الساعة الواتش الجي تي 2 اللون البني $194. الفري بودز 3 $130. الفري بودز لايت $59. والفري ليس بسعر $52. وإلى شركة أونر، ونبدأ مع جهاز الـ 20، ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر $275. 9X Pro نسخة الـ 256 جيجا بايت بسعر $249. الـ 9X نسخة الـ 128 جيجا بايت بسعر $220. والـ 10 Lite ذاكرة 128 جيجا بايت بسعر $163. وأخيرا الـ 8A نسخة الـ 32 جيجا بايت بسعر $100. أخيرا إلى أجهزة شاومي المتوفرة حاليا، نبدأ مع جهاز المي نوت 10 نسخة الـ 128 جيجا بايت بسعر $398. ريدمي نوت 8 نسخة الـ 64 جيجا بايت بسعر $160. والريدمي 8 نسخة الـ 64 جيجا بايت أيضا بسعر $125. وأخيرا الباند 4 بسعر $30. إذن أحبابي المتابعين الكرام، كان هذا تحديث الآخر أسعار الهواتف المحمولة المتوفرة حاليا، وإن شاء الله متى ما توفرت الموديلات المتبقية راح نعلن عنها إن شاء الله. لا تنسون مواصلة دعمكم لنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل مستمر مع كل الفيديوهات الجديدة اللي ننشرها. معلومات الطلب والاستفسار للهواتف راح أتركها بصندوق الوصف، وطبعا إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار تواصلوا معي على حساباتي على الفيسبوك والإنستغرام. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بفيديوهات جديدة. في أمان الله.